كرة القدم هي الفن والموهبة والطموح، هي الحزن والفرحة والتنافس والأخلاق. في 90 دقيقة بس تقدر كرة القدم تعيشك كل المشاعر الممكنة. وزي ما الحياة ليها فلسفة، الكرة كمان ليها فلسفة، فلسفة المكسب والخسارة والتحدي والأحلام المؤجلة لكن الممكنة. مش مجرد 22 لاعب بيجروا وراها. في أقل من 100 سنة أصبحت كرة القدم شغف كل الناس، بتدفع فيها مليارات، وبتكون سبب أحياناً في الخصام والخلاف، وسبب دايم للحب والتآلف ومتعة المنافسة. ما بتصلحش كور غير كور القدم، يعني كورة باسكت، كورة هاندبول، أي جماعة مع الكور الحمد لله. يعني كورة زي دي مثلاً تتعمل إزاي؟ أنا بفتح بفتح مثلاً من الخياطة كده وبطلع القلب اللي جوه وبركب قلب بداله. القلب هو اللي بقى مخروم زي كاوتش العربية. وتخيط بقى الجلد وبخيطها برجعها زي ما كانت. تاخد وقت قد ايه يا حاج عشان تعمل؟ يعني انا عشان اعملها ما تاخدش طبعا 10 دقايق. 10 دقايق؟ وترجع الكوره تاني؟ ترجع الكوره زي ما كانت. حاج انت كنت بتلعب كوره شراب وانت صغير؟ انا عملت كوره سفن. كوره سفن؟ بصنعها لف على خيط وكله وبتاع. انما انا بحكم ان انا كنت موجود ووالدي كان بتاع كور، كنت ممكن اخد كوره زي كده. كان في زمان كوره برباط. بتبقى ليها رباط كده. تلف الرباط، مش خياطه زي دلوقتي، لا مفتوحه. وبعد ما نركب البالونه وننفخها نعمل نزككها زي ما مؤاخذه الجزمه. بس ده انت مطور بقى، يعني عملت سفنج وعملت كنت اي حاجه بقى. بقول لك حابب الشيء بيعمل في اي حاجه. طب ولعيب يعني بتعرف تلعب؟ لعبت فتره برضه، كنت بقف جون بصراحه. تقف جون؟ وبعدين اقول لك على حاجه، النهارده حب الكوره بقى اكتر من زمان. كان زمان الناس بتلعب علشان غاوية حبها، النهارده بقت بيزنس. عملت كور انت بقى مخصوص لناس من دول، من لعيبه لا مخصوص؟ لا والله، احنا كنا زمان والدي بيتعامل مع كابتن الاهلي احمد مكاوي. احمد مكاوي؟ فما كانش بيجي السراج من بره بعد 67 والحاجات دي. كنا بنعمل له الكور دي، كان وكنا بنديهاله بنشتغله مخصوص. عملت كوره لعادل امام في فيلم الحريف. ايه عملت بقى حكايه الكوره؟ كان عايز، لانه طالع بدور كفيف، فعايزين بيلعبوا كوره مع بعض، فعايز يعمل لها، عايزين جرس فيها عشان لما الكوره تتدحرج تعمل الجرس ده. الفيلم لما كان كفيف ما كانش الحريف، ده كان امير الظلام. امير الظلام. ايوه. فالمهم عملت له، قال لي بعت لي واحد عايزين كوره، عملت له كورتين. قلت له كورتين اهو، علشان لو واحده باظت تبقى معاك تكسب. صح صح. بس شحتها بكف عشان زملكاوي ما عملتلوش. لا ما رضتش بقى. لا. انت ساكن هنا يا حاج ولا بتروح وتيجي بيتك؟ لا بروح وباجي. بيتك فين؟ انا ساكن في النهضه. في النهضه؟ انا بس انا اصلا كنت ساكن في القلعه. في القلعه؟ القلعه لايقه عليك اكتر. بس كنت بروح وما اروح واجي ماشي. ماشي. ما اقول اركب ليه؟ انا ماشي بنشط نفسي. طبعا هناك الوضع اختلف بقى. بس دلوقتي ولادك ساكنين قريب منك؟ في العبور برضه. يعني انت كبرت يا حاج، مش عايز تستريح بقى تقعد في جنينه في العبور دي؟ ولادي بيتحايلوا عليا. اكيد. والنبي كفايه عليك كده. والحمد لله انا ربيتهم كويس وعلمتهم وكبرتهم من الكار ده. والمهندس ومش عارف من الشغلانه دي. الحمد لله بقى. طيب. الواحد برضو يعني بيفتخر بكده طبعا. وبعدين هم اتعلموا الكوره برضو. اتعلموا كوره؟ تصليح الكوره. والله. بس بقى الكلام ده كانوا هم في الاجازات، وكان عندي ابني الكبير لما اروح بورسعيد او اسماعيليه يروح معايا يقول لي لا ما تسيبكش لوحدك. طب ما بطلت الشغل ليه؟ والله ما اقدرش اقعد في البيت، صعب عليا. انا تعبت فتره كده، وكنت بنزل من ورا اولادي ويجوا يتصلوا بيا، لقوني هنا يجوا ياخدوني من هنا. والله. فحب الناس والواحد يخرج للدنيا، لازم يعيش الحياه. ومراتك ما تقولكش خليك بقى راجل كن بقى كبير تقعد بقى شويه؟ والله بيتحايلوا عليا. بس هما بقى تقول لي لا انت ايه اللي نزلك؟ ما اقعد بقى وخلاص ورايح نفسك. لا لا ما اقدرش. بتحب الكوره اكتر منهم يعني؟ لا مش اكتر من ولادي يعني. بس هي الكوره دي تعتبر رأس مالي.
صح اللي انا اتعلمتها وهي دي اللي عايشتني طبعا ومبسوط ان اسمك مصطفى الحمد لله ما هو ده برضه الاسم ده لي سبب كان زمان في تليفون ارض عند بقال وبره هنا كان اللي يجي يندى ما كانش فيه موبايل اللي يجي يندى انا عايز عم مصطفى واخد رقمه ففي واحد اسمه مصطفى برضه لما مني بتاع سوسن فيجي يندى عليا اروح يقول لي لا ده انا عايز عم مصطفى بتاع سوسن قلت لهم بقى انا اقول مصطفى كوره ومصطفى سوسن مصطفى سوسن فهي من هنا اتلقت الكلمه طب انا عايز اقول لك حاجه بقى يا عم مصطفى تفتكر حد صغير في السن ليه طقطان على انه يجيب كوره ويقعد يرتبها ويعملها ويصلحها مفيش الكلام ده معلش الشباب اللي طالع عايز حاجه سريعه حاجه يكسب السنة علشان حبيتها وغويتها ومهنة أبويا فضلت فيها الحمد لله الواحد بيحمد ربنا وربنا يديني الصحة يا رب ربنا يديك الصحة وطولة العمر الله يخليك يا حاج لما بتتفرج على التلفزيون يا حاج وتشوف الكورة والماتشات حاسس إن الماتشات زمان كانت أحلى ولا دلوقتي أحلى؟ هو في تطور طبعا النهاردة بقى في لياقة عن الأول شفت السرعة؟ لما تشوف ماتش قديم وتلاقي اللعيب من دول بيحاول انما ده النهارده بقى في مكان احنا هنا بقى ده سلو البرنامج بتاعنا معانا دايما بنصور فوتوغرافيا كتير وبنصور صوره بورتريه فنان بورتريه جميل معانا اسمه عبد الله بيكون بيعمل اتفضل يا عبد الله فنان البورتريه الله ايه الجمال ده يا عبد الله مشكلين اهو اتفضل يا مصطفى الله يخليك ان شاء الله بقى تفتكرنا بالخير ان احنا ما عطلناكش ولا حاجه الله يخليك متشكر قوي النهارده لما قابلت عم مصطفى كوره ادركت ان الرجاله فعلا اصحاب الحرف واصحاب القهاوي واصحاب الورش محظوظين لانهم عندهم حياه تانيه اسره تانيه في ورشهم وشوارعهم القديمه واحيائهم الحلوه النهارده في باب الخلق فعلا شفت الخلق اللي قريبه من بعض كان بينبسطوا لما ييجوا شغلهم كل يوم زي ما بينبسطوا لما يروحوا بيوتهم الشارع بيتهم التاني